ورجعنا لكم بعد الفاصل في حلقة بعنوان الصداقة، ومعانا ضيوفنا، بنرحب بيكم. رشا، اهلا وسهلا، معانا الممثل الجميل الحسين الشمندي، ومعانا فادي ثروت. اهلا بيكم، منورينا. انا يعني عندنا معلومات بسيطه كده ان انتوا حاليا بتعملوا مسرحيه اسمها بيت الاشباح على مسرح العائم بالمنيل. احكوا لنا بقى ايه حكايه المسرحيه دي، يعني مش عايزين القصه قد ما عايزين يعني عايزين نوضح للناس فكره ابدا حلمك. تمام. هو فكرة تبدأ حلمك من الأول هو ما يعني حاجة تبع مسرح الشباب، هي ورشة إعداد ممثل. تمام. كنا بندرس فيها كذا حاجة، بندرس فيها تمثيل وسينوغرافيا ودراما ورقص وغنى، والمفروض إن هي يعني بتطلع ممثل شامل. عشان بس احنا مش فاهمين والناس تفهم، يعني ايه سينوغرافيا؟ السينوغرافيا دي حاجة ايه خاصة الجغرافيا؟ بالديكور ازاي يعني الجغرافيا؟ هي والإضاءة على وزن جغرافيا. هي المفروض كل حاجة خاصة بالمسرح ليها سينوغرافيا، يعني كل حاجة، وهي ليها علاقة بالفراغ المسرحي أكتر، يعني تمام. إزاي نملى الفراغ المسرحي، و يعني كل حاجة في المسرح ليها سينوغرافيا، يعني الإخراج ليه سينوغرافيا، الحركة الدراما الحركية ليها تمام. سينوغرافيا، الديكور ليه سينوغرافيا، الإضاءة ليها سينوغرافيا. بس هو ساعات بيبقى في ناس بتعمل كل الحاجات دي في حاجة شخص واحدة. واحد، يعني حاجة تمام. واحدة بس، تقصيرا للنفقات يعني. يعني شوية كده. مشروع ابدأ حلمك بقى. مشروع ابدأ حلمك هو بدأ بيه الأستاذ عادل حسان مدير مسرح الشباب، والأستاذ أحمد طه، ودكتور علاء عبد العزيز، ودكتور عمرو الأشرف، وسينيور أشرف فاروق مدرب التمثيل، وأستاذ حازم الكفراوي، وأستاذ ضياء شفيق. دول كانوا في المجموعة بتاعت الجيزة معانا، لأن هو كان مقسوم مجموعتين، مجموعة للجيزة ومجموعة في أوبرا ملك، لأن احنا كنا حوالي 150 واحد. ال150 دول في الآخر بقوا حوالي 80، كلها وجوه جديدة، كلها كلها وجوه. كلها شباب ووجوه جديدة. و طب ما تكتشفونا. والله في فرصة إن أنتوا تقدموا في طب الدفعة ما فيش الثالثة. حد يكتشفني. في فرصة إن أنتوا تقدموا في الدفعة الثالثة، إن شاء الله التقديم ليها في شهر 10، و يعني إن شاء الله يقبلوكم بجد. فادي بقى، فادي اتعرفت عليه ازاي، او اتعرفت على الاستاذ حسين ازاي؟ علاقتي بحسيني بدأت أساسا من قبل الورشة. كنا بنتدرب علشان نقدم في المعهد سنة 2018 أو 17 تقريبا، كنا بنتدرب في نفس الورشة عشان نخش المعهد، وما حصلش نصيب أول سنة، بس يعني السنة التانية حسيني قدم والحمد لله نجح. يعني الإصرار. أيوة الإصرار طبعا. الإصرار. يعني إصرار فيها وفيها حظ ولا هي إصرار بس؟ لا مش حظ، هو مش نصيب واسطة، لكل لا شيء بمعاد. مش كوزة. حسيني بجد، يعني انا بشوفه من اشطر الممثلين ما شاء اللي الله عرفتهم في جداد. حياتي ما شاء بجد، الله عليه، ما وده شاء مش الله. عشان هو موجود، ده حقيقه لا فعلا. لا، عشان هو موجود، عشان هو صاحبك. وانا كنت بجد محظوظ ان انا عرفت حد، بمناسبه ان الحلقه اختياركم. عن الصداقه طيب يعني، اكيد بالظبط. ايوه. طب فبجد انا بعتبره صديق اختياركم قريب قوي. انتوا الاثنين لمسرحيه بيت الاشباح كان بناء على ايه؟ مخرج العرض محمود جمال الحديني، هو مؤلف ومخرج العرض. نقدم له التحيه طبعا. طبعا استاذنا طبعا. هو اختارنا من عرض نظرة ومدد، وده كان عرض التخرج بتاع ورشة الشباب اللي هي ابدأ حلمك، ومنها تم اختيارنا عن على ايد محمود جمال الحديني، وهو اللي يعني شافنا وميزنا كان انا ليه ومجموعة نظرة طبعا. ومجموعة قليلة من عروض التخرج اللي كان 80 واحد دول. تقريبا اختار حوالي 25 واحد كويس قوي، انتم دول. من المتميزين جدا فيها. هو اساسا ال 80 وال 150 اللي هو حسين قال عليهم ده كانوا من ضمن 5000 واحد قدم ما للورشه شاء يعني. الله ما شاء الله، يبقى كده الامل كده اندثر يا جماعه. الامل اندثر، بيقول ارقام ارقام كتيره. فدلوقتي احنا يعني بدانا تقريبا النهارده، ممكن تبقى الليله ال 18 في عرض بيت الاشباح، هو في بس المانيا ما شاء الله فعلا. وشكله مكسر الدنيا يعني على السوشيال ميديا. مترشح ان هو يتعرض على المسرح القومي صح؟ حقيقه مهرجان القومي ان شاء الله. ان شاء الله موفقين ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. انتوا اصحاب اصلا من قد ايه؟ احنا دلوقتي بقى لنا 3 سنين. 3 سنين؟ يعني 3 سنين. اصدقاء بشكل قوي ولا مجرد صحاب في التمثيل وبعد كده خلاص تخرجوا وبتتقابلوا وبتسهروا سوا؟ طبعا الموضوع دايما بيبتدي بعلاقات مش مش معروفة حقيقي. قوي، لأن احنا كنا بنتدرب بس مع بعض، لكن بعد كده حسيني من الناس اللي ما تقول عني كلام حلو. حسين، عايزة أسألك سؤال مهم جدا.
هل دراستك ليها علاقة بالتمثيل ولا بس موهبة؟ بصي، هو انا بمثل من 2002، واول مره قدمت فيها في معهد فنون مسرحيه كانت بعد الثانويه العامه على طول في 2003، وما حصلش نصيب. كنت مقدم في اسكندريه وما حصلش نصيب وقتها، ودخلت درست خدمه اجتماعيه. حاجة مختلفة خالص، بعيدة. خلصت خدمه اجتماعيه، وبعدين دخلت الجيش. خلصت الجيش طبعا كالعادي في حياه اي مواطن مصري، ان هو لازم يشتغل شويه كتير على بال ما يقدر ان هو يعمل الحاجه يقف على رجليه، يعمل الحاجه اللي هو بيحبها يعني. فاخدت القرار في 2017 تقريبا ان انا لازم اجي اقعد في القاهره، لان السوق في اسكندريه السوق في اسكندريه يعني نايم شويه، او يعني مفيش حد بيقدر يوصل من اسكندريه بسهوله. بس فجيت قعدت في القاهره هنا، وخدت القرار ان انا ابدا اقدم في المعهد. وكان في حاجه اسمها مشروع كده اسمه الورشه المجانيه، دول مجموعه شباب خارجين المعهد وبيدربوا الناس على ان ازاي تقدم في المعهد، وايه وتعدي من الحاجات الاختبارات. وايه الحاجات اللي ممكن تقابلها من معوقات في التقديم عشان تنجح فيها يعني. فقابلت فادي هناك، فادي يعني من الناس اللي هم كان بيعمل بقى زي الافلام كده وضربني بالقلم. لا 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 خالص، فادي من الناس الاشقيه جدا في الورشه. فادي يعني كان من الناس الشقيه جدا في الورشه، وانا مش قاعد يعني هو ما يغركوش الطيابه ما تغيرهاش على فكره، اريناك. فهو بدايه تعرفنا ان احنا كنا مع بعض في نفس السكشن، وبدانا ان احنا نقعد مع بعض فتره طويله، لان كمان الفتره بتاعه الورشه المجانيه احنا تقريبا بنقعد مع بعض 3 شهور متواصلين، كانكم في بيت واحد. كل يوم من الساعه 10 الصبح تقريبا للساعه 10 بالليل. خلاص فاحنا اكتر ما تقعد في بيت واحد بالليل، فهو بتشوفه اكتر ما بتشوف اي حد تاني. بالظبط. طبعا ما هو ده اللي بيعمل يعني أنفة. جينا بعد الفتره بتاعه اول سنه في تقديم المعهد انفصلنا عن بعض شويه، لان كانت فتره عصيبه علينا احنا الاثنين، ما كناش عارفين نعمل ايه. وبعد كده سمعنا عن ورشة مسرح الشباب بتاعت ابدأ حلمك، ففادي قال لي تعالى نروح نقدم ونملى استمارة، وانا ما كنتش وقتها عندي قابلية ان انا اخد تجربة. انا كنت هسألك على فكرة على النقطة دي، بتزقوا بعض يعني، كل واحد بيشوف حاجة قدامه قبل ما يزقوا بعض يوقعوا بعض. لا لا يعني معلش، هو طبعا لما كلمتك وقلت لك عايزين صديق، ايه سبب اختيارك لفادي؟ سبب اختياري في قلوب بقى في قلوب وبلالين هتطير دلوقتي. اشمعنى فادي؟ بصي هقول لك على حاجه، هو فادي يعني كان احد المرشحين اللي انا اجيبهم معايا هنا. كان في كذا صديق تاني والحمد لله كلهم كانوا نجوم. يعني انا مش يعني مش قصد ان انا ابيعهم على الهوا والله، بس هم يعني ممكن يكون عندهم ظروف. هم قالوا لي ان احنا عندنا ظروف في الفتره ديت ومش هنقدر ان احنا نيجي معاك. فهو انا ليا كذا صديق مقرب، بس فادي من الناس اللي انا بحبهم وبعزهم جدا، لان هو من الناس اللي بدا في سن صغير زي ما انا ما بدات، بس انا ما كنتش لاقي حد يوجهني. ما كنتش بلاقي بسهوله ان حد يقول لي انت كده ماشي في الطريق الصح ولا لا، او انت كده كويس ولا لا. بالعكس يعني احنا بنقابل ناس كتير جدا ممكن الواحد يكون موهوب وعنده حاجات كتير، بس يقول له لا انت ممثل ضعيف، انت محتاج تشتغل على نفسك اكتر، او انت تصعيب الطريق دي موجوده على طول. يعني طول الوقت احنا صعب اصلا. لا الطريق لا يعني بس الحمد لله بتقفل الدنيا خالص. ده حقيقي. في سؤال لفادي بقى، انا ملاحظه، انا ما اعرفش كل واحد فيكم سنه قد ايه، بس ملاحظه ان في فرق سن كبير ما بينكم. ده عامل مشاكل معاك او بتحس بايه؟ بتحسوا اخوك الكبير يعني ايه الفرق؟ لازم عموما الناس بتحب تصاحب اللي قريبين قوي من سنهم. انا ملاحظه ان في فرق سن. هو في فعلا فرق سن كبير قوي يعني. كبير. بس انا شايف ان ميزه ولا عيب؟ انا شايفها دي النقطه اللي كنت عايز اكلمك فيها. انا شايفها نقطه ايجابيه، لان هو زي ما بيقول شويه كان بدا في سن صغير بس ما لقاش اللي يوجهه. فانا شايف ان انا مع الوقت بتعلم من خبرات حسيني، ان هو بقاله في الفتره يعني بقاله كتير قوي بيسعى في الموضوع ان هو يبقى ممثل. مش لا 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 اصحاب ولا بزنس؟ عرفتي يعني. انت ليك اعمال تانية غير المسرحيه اللي بتتعرض حاليا؟ كان يعني كان في المفروض كذا شغل، بس المشكله ان هو الحاجات مش مضمونه قوي عشان انت وجه جديد، بس اديني بسعى وان شاء الله خير يعني. وانت استاذ حسيني؟ والله هو انا الفتره اللي فاتت كان في كذا حاجه، وانا اشتغلت في كذا حاجه، حاجات صغيره زي مسلسل ازاي الصحه وطاقه القدر وفي سرايا حمدين، وعملت مجموعه افلام قصيره، وعملت اعلانين سوشيال ميديا، وعملت قريت برضو ان انت كنت عامل كرتون في دوله عربيه.
كان بس انا دوت كنت شغال فيه تحريك، انا بحرك شخصيات 3D يعني. انيميشن. ف طب ايه اكتر عمل مقرب لقلبك بقى الاعمال اللي واكتر نجم عندك؟ سؤالين، اكتر نجم بتحبه واكتر لا هو اكتر نجم بحبه، فانا في نجوم كتير. خليهم اسمين غير فادي. اكتر نجم بتحبه غير فادي؟ لو قلت اللي انا بحبه بس ده هو يعني. المشكله ان فيهم واحد الله يرحمه، احمد زكي طبعا. يعني ده طبعا من الناس اللي انا بعشقهم. لا والله يديله طول العمر. عملاق. الله يديله طول العمر. لا يعني مش مفيش حد عايش، في ناس كتير يعني. انا بشوف مثلا خالد الصاوي من الممثلين التقال، ويعني هو مش موجود كتير في الساحة، بس هو لما بيبقى موجود بيقدر يفرض نفسه. وفي كمان استاذ ماجد الكدواني طبعا، ده من الناس اللي هو في اي حاجة بيتحط فيها بيسيب علامة وبيعمل جداً. كل حاجة. الفترة اللي فاتت في كمية ممثلين شباب متميزين جدا طلعوا ادوار تانية، بس كان دورهم انا بالنسبه لي كانوا دورهم اقوى بكتير كتمثيل من الابطال. مين بقى الممثل الشاب اللي انت شايف ان هو ده انا عايز اكون زيه؟ في اتنين بحب تمثيلهم جدا، وجات لي فرصه في رمضان اللي فات ان انا كنت هشتغل في المسلسل بتاعه، بس للاسف المشاهد اللي احنا كنا المفروض شغالين فيها اتلغت. يعني انا حتى اسمي موجود في التتر وانا ما صورتش. طلعنا في التتر كويس جدا الحمد لله. كان مسلسل قبيل. طبعا. فانا بحب محمد فراج ومحمد ممدوح. يا سلام. الاثنين دول يعني الاثنين دول من الممثلين الشاطرين قوي. ممثل يعني ممثل جراند يعني شايفه قدوه ليك او نفسك تكون زيه، ومين من الممثلين الشباب برضو؟ في الحقيقه انا مغرور في الحته دي مخصوصا، يعني انا مش شايف ان انا لازم ابقى شبه اي حد، بالعكس. دي من مميزات فادي طبعا، انت على الطريق الصح يا فادي. ولكن انا في ممثل بحبه جدا هو ماجد الكدواني، فعلا بعتبره من احسن ممثل في مصر دلوقتي. ومن الشباب احمد الفيشاوي، انا بعتبره ممثل واضح زميل كويس. سؤالي بقى للحسين، انا شفت لك مسرحيه قواعد العشق الاربعون، عملت فيها دورين، دور التاجر ودور الشحات. فعايزه اعرف انت ازاي بتجيب القدره بالذات غير التمثيل في الدراما التلفزيونيه او السينما، ان انا بمثل وحاجات مسجله، ان انا اعمل دورين واتلون فيهم. المسرحيه كنت ازاي بتفصل بين الشخصيتين وبسرعه؟ يعني مش بسرعه، انت تقول انت كنت بتفصل بسرعه على هو انا كان لا هو مش بسرعه قوي، وانا كان معايا الحظ شويه ان انا بيبقى فيه 10 دقايق وقت ان انا بلحق اغير، وانا بعمل المكياج ببقى يعني لا وفاصل جدا بين الشخصيتين. يعني ده حاجه وده كأن فعلا شخصيتين مختلفتين جدا، يعني دي شطاره ونجاح. يعني ممكن نقول تدريب شويه اكتر، تركيز. يعني جميلة لو يعني الممثل بيقدر يشتغل. كل جميله بصراحه. طبعا يعني انا كمان كان من المحظوظين اللي اشتغلوا في المسرحيه ديت، لان انا كان ليا قصه كده معاها. ان انا كنت اول ما جيت القاهره هنا كنت شفت البوستر بس على مسرح السلام، من نفسي يعني صورتي تتحط بس على المسرح دوت، مش في المسرحيه دي. امنيه واتحققت. ما اتحققت والله، اتحققت في نفس المسرحيه بعدها بسنتين. اشتغلت معاهم وصورتي اتحطت معاهم على بس ان شاء الله لما تبقى سوبر ستار باذن الله تيجي معانا برضو دي. ان شاء الله طبعا. ده انا ما تغرش علينا بقى، مش هيرد على التليفون بقى. لا والله ليه، لا ان شاء الله هرد عليكم طبعا. اتمنى لكم النجاح والتوفيق دايما يا رب. جينا للفقره الاساسيه بقى اللي في برنامجنا، هي فقره الاسئله. هنلعب مع بعض لعبه كده سريعه. كل واحد هيسحب ورقه. دي هتبقى ليكم، كل واحد هيسحب ورقه وهو حظه. بما انك انت الصغير في يلا يا فادي ارحمني والحقني. عندك امكانيه ان انت تقول انا مش هجاوب على السؤال وهساله لحد فينا كلنا. يعني هنشوف اول حظه طلع ايه. بتخاف من الحيوانات؟ وايه هو الحيوان يعني لو بتخاف يعني؟ في الحقيقه انا بخاف قوي من الكلاب. بس انا ربيت كلب في يوم، يعني انا ربيت كلب بس هو كان اطول حاجه بيوصلها هنا يعني، لكن انا بخاف قوي من كلاب الشارع دي. انا يطلع لي ده. انا بخاف من الكلب يطلع لي انا بخاف من الارنب. بس هو كان اسمه مشمش وماشي. مشو يعني انا اساسا يعني هو كان مبهدل البيت، فامي مشيته وانا مش موجود. اتضايقت عليه قوي لحد كل ما افتكره بتضايق عليه قوي، لان انا كنت صديقي مشمش. انا كنت كمان بضربه، فكان يعني كل ما اكل مثلا كان بيجي جنبي فبفتكر. هو الحيوان يا جماعه اعتبروا نفسك ما سمعتوش حاجه. عيله قصيه. اتفضل يا استاذ حسين. سؤال
هنقرا بس السؤال بستايلي. ايه السؤال؟ لا النظره دي، النظره الشريره دي. اكتر عيب فيك وشخصيتك. عيب في شخصيتك؟ اه في شخصيتك يعني؟ لا طبعا اكيد يعني. انا ما فيش عيوب. لا هو ما فيش، مش ما فيش عيوب يعني. اكتر عيب فيا ودوت انتقدت عليه كتير ان انا طيب بزياده، وان انا متواضع مع الناس. ايه ده وناس كتير بتيجي عليا وبسكت وبتظلم كتير وما باخدش حقي. بالنسبه للمميزات لو سالتك، بس الحمد لله ربنا في كل مره بيجيب لي حقي. الحمد لله. طيب كل مره بتظلم كتير. الرد بتاع اسوأ عيب فيك، قلبي الحنين بزياده. لا والله فادي عارف اهو، هو يعني معاصر معايا حاجات كتير يعني الحمد لله. مش عصبي؟ مش عنادي؟ بصي هو هقول لك على حاجه. لا عنادي كداب. اصل كل الناس عناديه يعني. انا عنادي في الشغل او في تحقيق حاجه يعني. دي انا عنادي في تحدي يعني. ده متحدي بقى، بتتحدى يعني. عندي صبر كبير ان انا ممكن مثلا يعني، انا مثلا موضوع المعهد ده معايا من 2002، فجي تحقيقه في 2018. برافو عليك والله. صبر جميل. صبر جميل. يا فادي اسال سؤال بسرعه يا فادي. انا عشان توصل لحلمك خسرت مين وخسرت ايه عشان اوصل لحلمي؟ انا الحمد لله يعني لحد دلوقتي ما خسرتش حد، واتمنى ان انا لحد ما اوصل وابقى نجم ما بقاش قررت ان انا اضحي بحد او ضحيت باي حاجه عشان اوصل يعني. حتى لو مش مبادئي يعني، حتى لو شخص مثلا في حياتي، حتى لو تحت المصطلح اللي احنا قلناه اصحاب ولا بيزنس. اصحاب ولا بيزنس؟ صاحبك عشان الدنيا. يعني فكر فيها كتير. لو تيجي على الشغل بلاش يعني، فكر فيها شويه. احنا بنهدي النفوس يا جماعه. اوكي خد احسن سمه كتير. المفروض كنا نعمل شوكولاته كده وياكلها. ده ممكن. لا احنا ناكل، انا اكلها بعد ما يجاوب. اعتبر نفسك مذيع واسال اي مذيعه تختارها. تقمص الدور بقى، ارجع لورا كده وبص لحسين. هو المذيع لازم يبقى كده. ناخد. لا عيش الدور، انا عايزك تحس انك. اوكي اتفضل انت قول السؤال بقى. يعني بما اننا النهارده بنتكلم عن الصداقه وموضوعنا النهارده موضوع مهم وبيمس كل واحد فينا، يعني احب اسال كل واحد فيكم ايه اكتر موقف يعني ضايقه في حياته من صديق كان قريب منه قوي وما كانش متوقع منه كده. سريعا احنا كل واحد في 10 ثواني بسرعه اقرب موقف. انا هحكي بسرعه لان انا موقفي جاهز. وانا كان لي واحده صاحبتي بحبها جدا 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 وعلاقتنا قويه جدا. مع الوقت هي شغلها حتم عليها ان ما يبقاش في بيننا اتصالات. كنا بنكلم بعض 10 20 مره في اليوم. كل ده اتقطع لما انا اشتغلت وهي اشتغلت. ومع الوقت لما انا بدات الومها على ان احنا ليه ما مش زي الاول وليه مش بنتكلم، بدات تحس ان انا كده بضايقها، ان انا كده ما بحترمش خصوصيتها، وده ما كانش بينا. فمع الوقت حصل تدريجيا ان ما بقاش في علاقه اصلا بين ناس كانوا 24 ساعه مع بعض. فده اكتر موقف وجعني جدا، ولحد دلوقتي كل ما افتكره بيوجعني. ده باختصار. يلا وانا عندي موقف. لا بسرعه مش وقت حضرتك. انا موقف ما تعيطيش مقدمه. لا حسب انا عايز بعد الحلقه. كان الموقف ان انا والدي توفى، والمفروض ان هم 4 صحاب ليا اللي هم قريبين جدا ما لقيتهمش جنبي ولا الاربعه. يا حرام. هم الاربعه ده قاسي قوي. ترابيزه الاربعه عوضتك بقى. ربنا عوضك باربعه تانيين. الحمد لله. وانت يا رشا؟ لا انا بالنسبه لي انا يعني ما بركزش قوي مع تصرفات الناس صراحه يعني. بسيب اللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد، كل واحد حر. فبالنسبه لي ما بركزش قوي. يا رشا ايه ما بتتوجعيش؟ عينيكي بتدمع والله، عينيكي فيها دموع. انا تعبانه من الفقره اللي فاتت اصلا. لا هي فكره فعلا انا ما بحبش اركز، عشان لما بركز بخسر ناس كتير قوي. فبالتالي ما بحبش اركز مين فضل ومين جاي ومين ساعدني ومين وقف جنبي. انا واقفه على رجلي بس. وانت يا ليلى موقف؟ لا خلاص. لا ما تعيطيش بليز. انا ما كانش قصدي ان انا يعني اقلب عليكم المواجع. طب ليلى سؤال كمان بقى سريع. ايه راهول انت امتى تقول كله رايح؟ كله رايح بعد ما اخلص البرنامج ده. خلاص بس. لا ما اظنش انا في يوم هوصل للياس ده والله بجد، لان انا شخصيه متفائله جدا رغم ان لحد دلوقتي يعني مش محقق نجاح كبير قوي او بتاع ده، بس انا طول الوقت عندي ثقه بطريقه غريبه كده داخليه، لان انا
نعم نجاح جاي قوي بجد وانا متاكد علشان بتعمل حاجه بتحبها قوي. دي حقيقه فعلا رغم اللي فيه في رغم ايا كانت النتيجه انت بالزبط. مبسوط انا مبسوط جدا ومتفائل جدا واوعدكم ان بعد فتره هبقى نجم ان شاء الله. اتمنى والله ده احنا ان شاء الله النجوميه هتنطلق من هنا وانتم كمان هتبقوا نجوم. الله يا استاذ شمندي دورك. بتهيألي ده السؤال ده سألناه كده. لو بقى معاك فلوس كتير ممكن تتجوز اكتر من مره؟ لا لا النجوم دايما اول ما بيجي عريس جديد على اي ممثل يعني انا مش عارف الدبله ظهرت. السؤال ده لازم تجاوب عليه المدام اكيد بتتفرج عليه. لو ربنا اكرمك بقيت نجم صف اول وعربيات وفلوس والله بصي انا مقتنع بحاجه دايما يعني هو هي بتبقى فرصه مغريه لاي راجل مصري طبعا بس طبعا بس انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي يعني بحب مراتي جدا واعتقد ان انا مش هقدر يعني انا بحاول اوفق ما بينها وما بين شغلي يعني على قد ما اقدر فمش هقدر يعني مش هقدر اوفق ما بين اكتر من حاجه في وقت واحد يعني ده كده انا هفشل فيها. هو ده السبب بس ان انت ما عندكش هو ده السبب يعني ممكن وفرنا لك الوقت ممكن يبقى في ممكن يبقى في اسباب تانية بس عشان الحسد بقى. ربنا يخليك لبعض دايما. يا رب. يلا يا فادي كده الموضوع ده صعب قوي يعني عشان اسمي فادي فهم بيدلعوني بايه يعني هو في في مسميات كتير دودو هو فدافيدو وزبادي هو فدافيدو دي يعني لا طبعا منتهى الدناءه يعني وزبادي دي من صغري يعني وابوها بيقول لي زبادي بالفراوله وابوها بيقول لي يا كوكو لا لا يا فادي احنا اتفضل استقبل فادي اصلا اسم دلوع لوحده انا مش محتاج ده اتفضل حسين نجيب بقى سؤال من تحت عشان خاطر تحت ده مظبوط طب نسال نفس السؤال برضو الاستاذ الحسين بيدلعوك بايه اصل اسمك الحسين اسمك فخم سون سون يعني هو انا ليا برضو اسم نادر على فكره الحسين هو انا ليا كذا اسم هو يعني في البيت كانوا بيقولوا لي زمان سحسح لا ده معروف داري ده كان زمان بعد ما كبرت ما بقيتش بتدلع زي الاول ما فيش غير يعني عند مراتي بس بيقولوا لي ان كوكو او لولو لا ده سؤال اتسالناه قبل كده الجارة كلها كوكو اخر سؤال معانا عشان نختم ممكن تعمل مقلب مؤذي في حد انت شخص مؤذي يعني مش موزي بس ممكن نلعب يعني يعني ممكن نعمل ده يعني ممكن نعمل دوت يعني انا في مره عملت مقلب في واحد صاحبي بس زعلت عليه بعدها لان انا فكرت في نفس الموقف لما بيحصل معايا ببقى متضايق ان انا اتصلت بيه وعملت ان انا مكتب كاستنج وقلت له ان انت رشحوك في دور ومحتاجينك بكره عشان تيجي تعمل اوديشن وكده فهو بعد ما عرف ان انا اتضايق جدا وتقريبا ما عمل لي بلوك والله يا جماعه الحلقه حلوه جدا والله وعايزين نكمل وانبسطنا جدا والله مش عايزينها تخلص الوقت بيجري بسرعه جدا للاسف حلقتنا خلصت عايزين نفكركم ان موضوع حلقتنا عن الصداقه الصداقه حاجه مهمه جدا احلى حاجه في حياه اي انسان في الدنيا تمسكوا باصحابكم وتخلوا عن صحاب الطفوله زي ما قلت لكم وان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم ونشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم ترابيزه الاربعه